هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع أجمل وأروع الكلمات المغناة التي أبدعها أمير الشعراء أحمد شوقي، وذلك احتفالا بذكرى رحيله 80، فقد غاب عن دنيانا في اليوم 14 من شهر أكتوبر عام 1932. التقت أسماعنا صديقي المستمع مع إبداعات شوقي، سواء ما كتبه بالفصحى أو ما كتبه بالعامية، من خلال أصوات كبار مطربين ومطرباتنا. وفي حلقة اليوم سنكتفي بالاستماع إلى نماذج مما غناه قطب الغناء في مصر الموسيقار محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم. التقى أمير الشعراء أحمد شوقي في العشرينيات من القرن الماضي بالمطرب الشاب محمد عبد الوهاب، فأعجب بصوته وأدائه واحتضنه حتى صار مطربا راسخ القدم، وأهداه من مؤلفاته ما يعد كنزا غنائيا لم يحظ به مطرب سواه. وكان من أوائل ما شدى به عبد الوهاب من كلمات أمير الشعراء هذين المولين العاطفيين، الأول سيد القمر في سماه، والثاني قلبي غدر به. وكان أحمد شوقي صديقي المستمع يصطحب محمد عبد الوهاب في مجالسه التي كان يغشاها كبار القوم من السياسيين وأصحاب الفكر والأدباء والفنانين، فاكتسب بذلك ثقافة واسعة وتعلم فن الحياة. وكان إعجاب شوقي بفن عبد الوهاب وسطوع نجمه حافزا له على إمداده بعدد من الأغنيات المنظومة بالعامية الراقية، ولعل شوقي قد أراد بذلك أن يرتقي بالأغنية المصرية في معناها ومبناها. ولنستمع معا إلى المونولوج الوصفي بلبل حيران الذي غناه محمد عبد الوهاب عام 1931، وتقول كلماته: بلبل حيران على الغصون شجي معنى بالورد هايم، في الدوح سهران من الشجون بكى وغنى والورد نايم. مقام رست. بكى وغنى
سكران بغير الكاف في مجلس الورد من عن بعيد الأنوان ومنظر الخد يبص فوق ويبص تحت ويمد طوق يشم ريحته فنان يحط فنان يشيل وجناح يقومه وجناح يمين تباركي اللي خلق
كما أهدى أمير الشعراء أحمد شوقي لعبد الوهاب عددا كبيرا من قصائده، كان أولها عام 1928، وكانت قصيدة خدعوها بقولهم حسناء. توالت بعد ذلك القصائد ونالت نجاحا ساحقا وإعجابا منقطع النظير من قبل جمهور السامعين. ونذكر من قصائد شوقي لمحمد عبد الوهاب: علموه كيف يكفو فجفى، يا شراعا وراء دجلة يجري، تلفتت ضبية الوادي، جبل التوباد، يا جارة الوادي، إلام الخلف بينكم إلامة، سلام من صبا برد أرق، سجى الليل منك يا هاجر دائي، مقادير من جفنيك، مضناك جفاه مرقده، يا ناعما رقدت جفونه. ولا ننسى رائعة شوقي مجنون ليلى. من هذه القصائد نستمع إلى قصيدة علموه كيف يكفو فجفى من غناء وتلحين محمد عبد الوهاب مقام هزام. God.
لديه سهري ليت بدري إذ ضر الذنب قالوا ذنبي لديه سهري ليت بدري إذ ضر الذنب وكان لكوكب الشرق أم كلثوم نصيب في غناء أشعار أمير الشعراء أحمد شوقي، فغنت له مجموعة من القصائد الرصينة، نذكر منها ريم على القاع بين الباني والعلمي، بأبي وروح الناعمات الغيدة، من أي عهد في القرى تتدفق، كما غنت له مجموعة من القصائد الدينية منها نهج البردة، سلو قلبي، ولد الهدى، إلى عرفات الله. من هذه القصائد تغنينا أم كلثوم قصيدة سلو قلبي غداة سلا وتابا، لعل على الجمال له عتابا، وهي من تلحين الموسيقار رياض الصنباطي مقام رست. Thank you.
Thank you.
وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع عطر وأريج إبداعات وكلمات أمير الشعراء أحمد شوقي بمناسبة ذكرى رحيله 80. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.